طولت الانتقادات الدولية لإقدام العدوان السعودي على قصف وتدمير ميناء الحديدة والتحذير من مخاطر ذلك على الوضع الإنساني في اليمن. ففي هذا الإطار انتقدت واشنطن قيام العدوان السعودي بقصف ميناء الحديدة معبرة عن قلقها البالغ من قصفه. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن ميناء الحديدة رافد حياتي حيوي لوصول الطعام والدواء والوقود إلى شعب اليمن، داعيا كل الأطراف إلى عدم عرقلة تدفق إمدادات الإغاثة إلى اليمن. وكان الاتحاد الأوروبي انتقد إقدام العدوان السعودي على قصف ميناء الحديدة، وقال إن قصف مرافق ميناء الحديدة يؤثر سلبا على معاناة المدنيين ويضع عقبات فورية أمام استيراد الغذاء والوقود والأدوية والسلع الهامة. دشنت في صنعاء حملة مساعدات غذائية ل200 أسرة نازحة من محافظة صعدة وغيرها إلى منطقة